السلام عليكم، أسعد الله مساءكم. العاصمة حريق مهول يؤدي إلى احتراق 16 حافلة إتوازا بمرأب الحافلات في رويبا بالجزائر العاصمة، حيث نشب حريق مهول فجر اليوم الاثنين بمرأب الحافلات لنقل العمومي إتوازا برويبا في العاصمة، مما أدى إلى احتراق 16 حافلة حسب ما كشف عنه مسؤول الإعلام على مستوى مديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر العاصمة. مصالح الحماية المدنية تمكنت من التحكم في الحريق وإنقاذ 54 حافلة أخرى كانت معرضة للاحتراق، وتبقى أسباب اندلاع الحريق مجهولة لحد الساعة. لا تنسى الإعجاب بالفيديو وتفعيل الجرس لكي يصلك كل جديد.